ده النادي الاهلي، دي مدرسه النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين قرار المجلس في المباراه النهائيه، الكابتن حسام غالي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هيكون مع البعثه ومرافق لبعثه النادي الاهلي. يا سلام على النظام والبروتوكول والترتيبات والاجراءات دي، المدرسه اللي احنا كلنا بنحب نتعلم منها، لان في نظام وفي سيستم الكل بيشتغل عليه. طيب مران الامس كان في زياره مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب، وكان حريص ان يكون مع اللاعبين في اول مران عقب لقاء الذهاب. زي ما انتم شايفين على الشاشه هذه اللقطات الحصريه على شاشه قناه الاهلي، والكابتن محمود الخطيب بيتكلم وبيوجه رسائل مهمه جدا للاعيبه. بدون الخوض في التفاصيل، لان اكيد الجلسات دي بيبقى فيها تفاصيل مهمه، يعني الافضل عدم طرح كل الكلام في الاعلام، ولكن النقطه الابرز اللي احنا ممكن نتكلم عليها ان الكابتن محمود الخطيب قال للاعيبه الاهلي انتوا الافضل، انتم الافضل، انتم امبارح عملتوا مباراه كبيره، انتوا هتسافروا المغرب عشان تكسبوا وترجعوا بالبطوله باذن الله. فدي رساله مهمه جدا للدعم والثقه والمسانده بالنسبه للعيبه قبل لقاء العوده. انتوا عملتوا مباراه كبيره وعملتوا مباراه فنيه لاعلى مستوى، والكوره وارد فيها ان يدخل فيك هدف او لسه يبقى في حسابات تانية في لقاء العوده، ولكن انتوا عارفين كويس قوي ان انتوا افضل فريق في افريقيا وهتلعبوا على المكسب هناك، وكلنا بندعمكم ووراكم وفي ظهركم وعندنا ثقه كبيره جدا فيكم ان شاء الله في لقاء العوده. بعد هذا اللقاء كابتن محمود الخطيب اتكلم بشكل منفرد مع مارسيل كولر عشان بعض التفاصيل المتعلقه بالمباراه النهائيه، الترتيبات الخاصه بالمباراه النهائيه، وكل التفاصيل دي اكيد كمان بتتم من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، والتنسيق هيكون كمان خلال الساعات اللي جايه مع الكابتن حسام غالي. اهو لسه بتكلم معاكم الكابتن حتى محمود الخطيب بيطمئن من الكابتن سيد على كل التفاصيل المتعلقه بالمران. الجهاز الفني بالكامل قبل بدايه المران توجه لتحيه والاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب. قدامنا اهو مارسيل كولر المدير الفني والمترجم الخاص بالمدرب، كابتن سيد طبعا موجود مدير الكره، باقي افراد الجهاز المعاون كلهم موجودين اكيد مع الكابتن محمود الخطيب، والحديث بشكل عام خلال الفتره الجايه. اذا الكابتن محمود الخطيب اجتمع بالكابتن سيد بمفرده، ثم اجتمع بمارسيل كولر بمفرده، ثم اجتمع مع الجهاز الفني والمعاون بالكامل، ثم اجتمع مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني. اكيد في رساله بيتم توجيهها للجميع، وفي رساله مهم جدا تبقى للجهاز الفني فقط، في رساله مهمه جدا تبقى مع مارسيل كولر فقط، وفي رساله مهمه جدا تبقى في حضور اللاعبين والجهاز الفني بالكامل. خبرات كبيره كابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الاهلي والفائز بجائزه افضل لاعب في افريقيا وصاحب التاريخ الطويل جدا في السنوات السابقه سواء في الملاعب او حتى في مجلس الاداره، وعلى مدارات فترات طويله جدا في خبرات تكونت على مدار هذا التاريخ، فاكيد ان شاء الله كل هذه الخبرات تبقى في صالح الفريق ان شاء الله في لقاء العوده. الكابتن الخطيب بخبراته، الكابتن حسام غالي بخبراته، الكابتن سيد عبد الحفيظ بخبراته، الجهاز الفني، كابتن سامي قمصان بخبراته، لعيبه النادي الاهلي بخبراتها، كل دي امور باذن الله هتصب في مصلحه النادي الاهلي. وانا امبارح كنت بتكلم معاكم وبقول لكم حتى اهو قدامكم على الشاشه لقطات الكابتن الخطيب وبيحيي على كل لاعب، بيحيي وبيسلم على كل لاعب في الفريق، والبدايه من كابتن الفريق وهو جاي بيسلم عليه الكابتن رامي ربيعه وكل اللاعبين. وبصوا على وجوه كل لاعب، بصوا على نظرات كل لاعب، بصوا على ثقه بعض اللاعبين وهم بيتكلموا حتى على لقاء العوده. انا امبارح اتكلمت وقلت في دعم كبير جدا وفي مسانده كبيره جدا، وبلاش يا جماعه تاخدونا لتفاصيل تانيه خارج الملعب، صدقوني والله من مصلحه الاهلي التركيز على الملعب فقط. المباراه اللي فاتت قصه الاخطاء التحكيميه والكلام الكتير اللي بيتكتب على السوشيال ميديا لا هيقدم ولا هياخر، الكوره فيها حاجات كتير، لقاء العوده لسه في ايدك، انت كسبان في القاهره على فكره. اقول لك على حاجه، اعتبر اللي انت كنت خسران 1-0 وجيت في اخر خمس دقائق جبت هدفين، فالنتيجه في النهايه انتهت 2-1. ممكن البعض يكون زعلان ان الاهلي كان عامل مباراه كبيره جدا وعمل مباراه فنيه على الوداد على اعلى مستوى، والوداد حتى لو سالتهم وانت بتتفرج على المباراه ايه افضل نتيجه يعني تطلع بيها هيقول لك لو خلص 2-0 كده كويس قوي، فهم كانوا مش مصدقين نفسهم ان حتى جابوا جون حتى في الدقيقه 85. فدي نقطه الناس ممكن تكون زعلانه ان احنا كنا ممكن نخلص الفاينل من القاهره، ولكن هي حلاوه الكوره، طعم البطوله هيجي لما ترجع من كازابلانكا بالبطوله. حصل في تونس 2006، حصل في الكاميرون 2008، حصل في تونس ايضا كمان عام 2012، وعلى البطولات العربيه حصلت نفس الامور، الاهلي رجع باكثر من بطوله عربيه من المغرب قبل كده في مشاركات في فتره التسعينات. دي جزئيه متعلقه بالفريق وبالزياره واللقطات الحصريه اللي احنا بنحب نعيشكم فيها اول باول.